يعني أقول بأن البرهان على كل ما أعلنه في مؤتمره الأول والتصريحات الآن التي أدلى بها إلى الجزيرة الإنجليزية، أعتقد هو يؤكد نفس المعاني ونفس الأفكار ونفس الخطوات التي أعلنها في البداية. يعني ليس هنالك جديد أتى به البرهان، وتستطيع أن تقول بأن هنالك نوع من الاستقرار والثبات فيما قاله في البيان الأول وما يكرره الآن. يعني حتى هذه اللحظة ليست هنالك أي خطوة رجوع إلى الوراء، هذه أول نقطة مهمة. النقطة الثانية أيضا علينا أن ننظر الآن إلى البرهان في الجزيرة الإنجليزية، إلى منصة الانطلاق ولمن يوجه الخطاب، هذا أيضا مسألة أساسية. فالخطاب يبدو الآن خطاب معني به القوى الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، هذه أنا في تقديري الجهات التي الآن يقصدها البرهان في توجيه الخطاب. النقطة الثالثة، بطبيعة الحال أنا أعتقد اللحظة التي اتخذ فيها البرهان والمجلس العسكري القرارات يوم 25 أكتوبر يمكن أن نقول بأنها كانت ذروة الانقسام المجتمعي والانقسام السياسي، سواء نقول قوى الحرية والتغيير أو المجتمع السوداني بمختلف حيثياته. لا نستطيع أن نخفف أو نبسط من اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار، وبالتالي يعني هذه النقطة تحديدا هو سيرتكز إليها في تقديري في كل المسوقات والمبررات التي يسوقها للجهات الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالتهديد الأمني. تهديد الأمني، وهذه رسالة نعتقد ستصل بقوة وبنوع من الدقة للقوة الخارجية، وهي تنظر إلى ما يجري في الإقليم وما يجري في المنطقة من تهاوي الدول وتساقط الجيوش وهروب على كل أعداد كبيرة جدا من المجتمعات إلى الهجرة نحو أوروبا. كل ذلك لا أتصور بأنه يتم التعامل معه ببساطة، وخصوصا الحالة الإثيوبية المجاورة بشكل كبير ومخاطرها وما يمكن أن تؤول إليه. وبالتالي هو طرقه على جزئية مهددات الأمن القومي وأن الدولة بمجموعها كانت مهددة، أعتقد هذا الخطاب على كل يلامس في تقديري آذان الجهات التشريعية والجهات المسؤولة في النظام الدولي.